will find out. Iraq has the first chance for a goal and in the opening minutes. كل من انضم الى فريقنا تغيرت حياته بعدها صار عنده امل. راح نمثل منتخب، نمثل العراق. كان يعني امنيتي انه اني اقدر ارجع امارس رياضة كرة القدم لان انا كنت احبها يعني قبل ما اتصور. كنت اعرف يعني هناك الكثير من الشباب العراقيين ممن يعني فقدوا اطرافهم نتيجة الحروب والعمليات الارهابية، لكن بعد ما عرفت انه هاي الرياضة موجودة عالميا كلش انجذبت الها. بعد مشاركتنا في نهايات كأس العالم بعد أكثر ناس تعرفوا وشافونا شلون دا نلعب. حالتنا شوية قبل هاي اللعبة كانت شيء، بس صار شيء ثاني. مارست هاي الرياضة هناك، التحقت بوحدة من الأندية اللي هي كانت في المدينة اللي أنا أدرس بها دكتوراه اللي هي بورتسموث، فبعدها صار عندي طموح أنه أنا أنقل هاي التجربة للعراق. كنفسية تغيرت، كوضعية، كلياقة، كصحة، كل شيء ضاف لهذا الفريق. يعني أنا حتى أنصح اللي مثلاً مصاب يجي ينضم لهاي اللعبة. عندي فريق بالموصل، عندي بالبصرة، عندي ببغداد فريقين، عندي لاعبين في باقي المحافظات. نطمح انه يصير عندنا بطولات اخرى، يصير عندنا دوري منظم يعني ومستمر. عندنا يعني هذه القدرة وعندنا هاي المواهب، فقط يراد لها تدريب وتنظيم فحتى نكون من اقوى المنتخبات بالعالم.